مس الخير عليكم مشاهدينا، نعاودوا نرحبوا بكم وين ما كنتوا، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في حصتكم جديدة حوسوا معنا. العدد الأول فضلنا يكون من عاصمة زيانين ولاية لمسان. هذا البرنامج راح يجيكم عبر قناتكم المفضلة جزائرية وان. بلا ما نطول عليكم، نرحبوا بلا ستار تاعنا، بلا ديفا تاع لاسواري تاعنا، ريم حقيقي. هاد الهبطة تاع التيتانيك على بالك. ريم صافي، مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا، كل شرف لي. انتم مرحبا بكم تلف لبسان. مرحبا بيا عندكم. مرحبا بك. تفضلي، تاع تصفيقات الجمهور. شكرا. هيا نزيدوا نرحبوا. هو تاني ستار، كي نقولوا ماستر شيف سيزون 1 نقولوا شيف رفيق بودينا. شيف صافا، لاباس، بيان، بخير، تفضل، مرحبا بك. ما نقدوش نتورنو في تلمسان بلا ما نجيبو جي بي اس، هيستوريا، حرفي، مهم يعرف كلش على تلمسان. ايا صفقونا على مسيو رضا بن منصور. سي رضا مرحبا بك، شرفنا. السلام عليكم. اشحال جي بي اس؟ ايا تفضل، مرحبا بك. نعاودو نرحبو بكم مشاهدينا ونقول لكم بلي ما تزابخوش باسكو عندنا بروغرام ريش بزاف. نعاود نفكركم بلي راهي معنا نجمة تلمسان ريم حقيقي، ومعنا الشاف عباك. الشاف راك ضارب حطة تاع رياليزاتور ولا تاع ميوزيسيان، ماكش كاع شاف. رفيق بودينا وراه معنا كذلك. انا سميتك جي بي اس، سي بون. جي بي اس تاعنا سي رضا بن منصور، اللي نذكرو بلي انت حرفي وهيستوريان وعضو في جمعية اصالة. اصالة غادي نحكو وجمعية محمد ديب. محمد ديب، هاد الامور كاع راه نحكو عليهم في الحصة ان شاء الله. بصح قبل ما نبداو القصره تاعنا نفهموا ثاني البيبليك، باسكو هذا هو العدد الاول تاع ليميسيون. ليميسيون تاعنا ان شاء الله بها نوصلوا ميساج، نحافظوا على التراث. راح نتكلموا على اللباس التقليدي كيما اللي راهي لابساته بيان سير ريم، نحكوا على الماكله التقليديه بيان سير مع الشيف رفيق، ونحكوا كذلك مع سي بن منصور تاريخيا، يعني ان شاء الله ما ننساو حتى حاجه ان شاء الله. بصح قبل هذا على بالكم بلي انا راح درت تحويسه بزاف شابه مع ريم. وين؟ في المنصوره. نروحوا نشوفوا الفيديو. هيا نروحوا نشوفوا كيف كيف. الو غو بونجور ريمو، صافا؟ راني متودر كاع، قالوا لي كاين زوج منصوره، كاين القديمه وجديده، وين نروح؟ لا لا وين راك؟ الله رمتك تمسخر بيا، وين راك؟ شو بصح انا ما عرفتش مين ندخل، ما عرفتش مين ندخل انا. ادخل مع الباب الكبير. كيفاش؟ مع الباب الكبير. بصح واش من باب؟ كاين بزاف بيبان. صح مين ندخل انا؟ سقسي. وانت وين راكي؟ صح انت وين راكي؟ انا راني عند الباب نستناك. صح دوري موراك. ريمو صافا لاباس، لازم ندير لك دخله كيما هكا في ليميسيون، نجي هكا لازم هكا ندير لك سيربريز. صافا مرحبا بك. الله يسلمك. الحمد لله. هذه المنصوره هي زعما ما لقيتهاش فاسيل مو مي زعما زدت فيها درك. هذه هي دونك اختاريتي المنصوره. اختاريت لكم. نروحوا نشوفوها. يلا تفضل. هاي يلا هيا تبعونا. ريم اول حاجه كي ندخلوا المنصوره شوفوا هاد السمعه، هذه عيطوها السمعه. هذه هي شابه. الله يبارك. الله يبارك. ندخلوا الداخل نزيدوا نشوفوا. هذه ما وش بقى من يعني من اثار اثار مدينه منصوره. يعني مدينه منصوره. ندخلوا الداخل راني باغي ندخل نزيد نشوف فيزيتي مليح. هذه بناها المنصور المريني. نعم. أثناء حصاره للدولة الزيانية. نعم. داكور. بناو هذه سيرمون بروفيزوار ولا؟ إيه بيان سور. نعم. داكور. تسمى كانت كاينة حرب بين الزيانيين كما قلتي لي والمارينيين. نعم. وبناو هذه بروفيزوار. إيه من بعد رفع المنصور اللي بناها، رفع الحصار بين 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 الدولتين، ومن بعد سي بون فرات بيناتهم. خربوها الزيانيين، هاجموها هما اللي خربوها. هذه هي باقي لها سي بورسون. نشوفوا هاد النقاطي ولا عفسه شي بو. لا هذا البنيان تاع بكري. البنيان تاع بكري. بصح من بعد من راحوا جاو الزيانيين خربوا ال داكور. وبقات هاد الاثار الى يومنا هذا.
وهي بصر. يعني تاريخ عندها علاقه مع الاندلس ثاني. الموسيقى يتوب لك انت تجي هنا تانسبيري. هذه اثار تلمسان معروفه وما كاش بزاف الاثار كاين يعني في تلمسان. هذو هي الاثار اللي معروفه بزاف واللي بقات منصوره المشوار وراهم محافظين عليها. دونك هذه هي. يعطيكم صحتو. مرحبا بكم ريمو. وي من المنصوره وين تدينا دروك؟ شوف بيسك النوغاري هنا دوك ندوقك شويه. اوكي النوغا تاع تلمسان. احنا عندنا النوغا تاع وهران كاين معلومه باليد. ماشي كيف كيف. نو كيف كيف ابخي مي كل واحد كيف كاين سكري تاعها. السلام عليكم. صافا خويا كاش نوغا ولا يا خويا ريم بغات ذوقنا النوغا. هاي الله يحفظك. ميرسي يعطيك الصحة. ميرسي يعطيك الصحة. غادي تعلم؟ هادي توما تخدموها. واه حلوة تقليدية هذه عندها كأم. الله يبارك. سي تخي بون يعطيكم الصحة. دونك باش يعبي معاه. هذه من عندك من لا ميزون هذه. الله يحفظك باش تعرف التلمسانيين شحال كرامة. هادي شوف بارك الله فيك. الله يخليك ميرسي بوك. جماعة ما تنسوش عند المنصورة كاين واحد النوكا واعرة بزاف. وبياسير خالصة على ريم. ميرسي بوك والله يحفظك. ميرسي يعطيك الصحة خويا الله يعاونك. بسلامة. تلمسان هكا يجوا صغار هكذا تدخل معاهم. وكاين تما واحد حرفي يعمل الكعك والعصاره والمقروط تاع تلمسان. تما غادي نخرج 80 كيلو معك. ايوا نوكا الكعك. ايوا هذا هو مول الكعك. داري تقضي عليه ريم بزاف هذا. وي كامل تلمسان نمشي انا كاع يقضوا عليه. نعم لي فام دابور. هذا هو مول الكعك. السلام عليكم خويا. صافا عطينا 70 كيلو كعك. دونك هذا نورمالمون هذا هو اسمه كيما الستوندار اللي معروف عند كاع لي زاجيريا. هذا هو الكعك تاع تلمسان. هذا هو الكعك تاع تلمسان. داكور تعملوا في الحليب والقهوه يذوب. هذا امبوسيبل تريسكي به بالحليب. تريسكي به يحصل. داكور هذه العصاره. وهذه العصاره. وهذه العصاره اوكي. هذا المقروط وعندك هذا كيس. هذا ذوقوا معليش الشيف. فوالا الصامصة تاع القريوش ما عندكمش؟ القريوش مابقاش. اي الله يحفظك. تراديسيون تاع تلمسان. هادو هما لي تراديسيون فوالا. مقروط. صافي بليزير. الله يسلمك. عندكم غير تسمحوا في هذا. بيان سور لا هذه هي. هذا الشيء هذا. هذه الحية بنينة كسموها؟ نقولوا لها الهلاليات. الهلاليات. كانت هي هذه التحويسه تاعي انا وريم في المنصوره. ريم اللي كانت في الرول تاع الجيد. كيفاش شفتي الرول الجديد تاعك والتحويسه اللي حوستي بيها؟ هذا منصوره يعني من اكبر التراث الجزائري. ما كان انا كان عندي لا شونس ورحت مع ريم وحوست بيه عندي جيد. الله يبارك. مرحبا بكم والله. ويعني مام الجزائريين يعني كاين بزاف اللي ما يعرفوش
المناطق السياحية الجزائرية والآثار سي لو بي تاع ليميسيون فوالا جوست دونك زعما سا سخي بيان الناس ما يروحوش غير للخارج يشوفوا فوالا حنا هذا هو لو بي تاعنا في ليميسيون نوعدوا ان شاء الله لما لا سينون الجزائر ما كاش احلى من الجزائر ما كاش احلى من الجزائر والله العظيم صدقني انا نعرف الجزائر يعني درتها بكل ولاياتها وكل مناطق الصحراء الشرق ما كاش كيما الجزائر يعني مناطق خلابه وخلات اثار كبيره يعني فيها اثار كبيره ياسر والحمد لله اللي جيتوا عندنا ونعاود نرحب بك وان شاء الله سي با لا ديرنيير فوا ان شاء الله نعاود نولوا ياسر عجبتنا المنصوره وعجبتنا تلمسان وحنا نوعدوا الجمهور ان شاء الله كيما جينا تلمسان ان شاء الله نجوكم 47 ولايه وما ننسوا حتى ولايه ان شاء الله انا روماركيت حاجه في بليك بالك روماركه انا ريم تلاقيت بها بليزير فوا في دي بلاطو تيليتو لا بيس تاع الا تبرونشات دركا تحكي لنا كيفاش الا تمتم وي هذه دخلت تلمسان اوتوماتيكمون غالب الله غالب حنا تسمى كي نكون يعني في تلمسان اوبليجي نهضر باللهجه التلمسانيه باسكو جو سوي تلمسانيه بيان سور اي دايور جو في دي زيفور في الخف يعني فوهران ولا كثر الالجي افون جو فيزي دي زيفور مي ميتنا ساي والف تراني نقدر يسمى فيك بالولف وليت كي ندخل تلمسان سي نورمال نهضر في دارنا في وهران نهضروا بالتلمسانيه كيما القبائل كي يدخلوا للدار يهضروا قبائليه هذه هي هذه مادام رانا نهضروا على تلمسان ريم راه حدايا مونيمو اللي يعرف بزاف حوايج على تلمسان اللي هو نقولوا ثاني باحث في التراث سيرتو تاع مدينه تلمسان ماذا بينا مسيو بن منصور تحكي لنا على تلمسان نبذه تاريخيه باش الجمهور يزيد يعرف اكثر على هاد الولايه الشابه بزاف مرحبا بكم دابور في بلاد تلمسان لا كابيتال دي زيانيد اي لا كابيتال دي مغرب سنترال مرحبا بكم في بلاد الاثارات الاسلاميه تلمسان فيها 75% نتاع الاثارات الاسلاميه نتاع الجزائر مرحبا بكم بلاد الحركه الوطنيه والنضال ضد الاستعمار ومرحبا بكم في تلمسان بلاد العلماء تلمسان فيها اكثر من 2000 صالون الله يبارك ومرحبا بكم في بلاد الثقافه والحضاره بلاد الموسيقى الاندلسيه بلاد الحوزي بلاد الشيخ العربي بن زاري وبلاد محمد ديب محمد ديب مرحبا بكم راه ريزي ما هنا خلاص هيستوريك شباب دوك ما مشواتي راه موجده راه هيستوريك شباب راك مراجع مش بالمصوره انا اللي نقول لك يعطيك الصحه وبلاد ثانيك بلاد الصناعه التقليديه الحرفيين والصناعه التقليديه بلا ما نطولوا عليهم انا والشاف رفيق كيما راكم تسمعوا درنا تحويصه في المارشي تاع تلمسان باسكو هو في الدومين تاع الماكله سي شاف دونك فوالا نروحوا نشوفوا هاد الفيتيير التحويصه تاعنا انا والشاف رفيق مع الشاف رفيق في تلمسان رانا في وسط المارشي تاعهم تراديسيونيل وغادي بعد المارشي العريق والقديم والكبير شغل واحد شاف كي يدخل هنا يحس بلا جوا شغل راه في الدار لهنايا راني زاهي زاهي فور ما نكذبش عليك سيريوزمون راني حاب ندبر كشكوينه لهنايا وتريح فيها تنستاليك تنستالي زعما كون يقولوا لك حاجه تبيع شات تبيع الحاجه وانا ما قدتش نبيع امبوسيبل امبوسيبل كلش ناكلو لهنايا كلش ندوقو لهنايا الشيف رفيق عباك اليوم عندي ميسيون نحصلك الحاجه الاولى اللي تجي في طريقي ما نعرفهاش نحصلك فيها ما تلعبش اللي خرجك ما تعرف والو اليوم ولا لا ما تلعبناش انا نروح ما تروحش انا نروح انا ما تروحش انا نروح مو هذا نورمالمون يبيع لي زي بيسك ما نحصلوك سي بون ريبيريت واحد شوف لك طوماطيشه شوف طوماطيشه دوك هذه جاله دوك الجمهور العزيز اسكو انا قلت نروح هذه اسكو وي كيفاش؟ نصور معها بزاف تبيع حالي ولا كيفاش؟ بالدار قال لي هاي تبقى في خاطر بارك الله فيك الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة شوف نبقى هذا وقول لي وشنو هذاك سمو ما تدوقش طوماطي صغير هذا عرفت كيف؟ زعرور ولا عين البقرة هذه شي هذا ما تقراش هذه تاع زواوش هذه كبر راسك هذه تاع زواوش براقة تاع زواوش هذه تاع زواوش براقة تاع زواوش شغل كوكتيل شي قالوا
كوكتيل هذه كوكتيل هذه ماشي قرنفل ولا عفسه هذه هي هذه دوك نجيك من الاخر هذه طوال دانيس ولا لاباديان صح كيما حبيت رايحه شغل الشغل شويه بسباس شويه بلوس لي سوب دو بواسون فوالا راك مريفيزي مليح قول صح ريفيزيت قبل ما تجي ولازم خايف ولازم خويا خايف نطيحك نورمال شوف كي لا فورم ما نكذبش عليك انا ميم هذه موف نيتيليزيها في لي كونفيتور داكور نيمبورت كيل كونفيتور توجو نحطها في الحاجه حلوه ديرها الله يبارك راهي فور لي كولير كاع راه كاين ما شاء الله لا غالب لازم ندوقها داخله في داخله في بون هضرنا شويه على انواع الزيتون ويعاونك الشيخ هاي دوك انا اللي حاب انا اللي حاب هو يعاون لي يبارك شاف تاع كوزينه وحنا انا دوك دايرين ايميسيون وباين نشوف ولا يعرف ولا يخرط علينا شايف حسنا قبل الله يسلمك الله يسلمك هذاك مرقد في القارص بالبسباس هاك تشوف هذه ما كنتش نعرفها هاي ها هذه ما كنتش نعرفها صبرت نشوف الجلبانه برك هذه الجلبانه السلام عليكم كما كنتو تشوفوا كانت هذه التحويسه تاعي مع الشيف رفيق والهربه التاريخيه اللي هربت هربات على قاره باهي احكي لهم هكذاك تهرب خليتني ندوق في الجلبانه اوب الشيف رفيق المرشي بلا كريمه تعرفه اكيد المرشي تاع تلمسان المرشي كوفر المعروف الشيف رفيق تلاقينا بزاف ناس تلاقينا ترحاب كبير نشكروا بزاف الناس ملاح الخطارين واللي كانوا يقعدوا الفاكهه ومول الزيتون من مول الزيتون تهلا فينا هاوي سالنا هاوي سالنا مول الزيتون حكي لنا كيفاش شفت هاد التحويسه وهذاك الترحاب من يعني الشعب الزوالي البسيط انا ما نكذبش عليك كي نحب زعما نروح اون فيل هكذا لهنا في الجزائر باش نشوف كيما قال ناسها اللي تروح لي زوندروا بيبليك هذوما مارشي ما كاش خير من المارشي تدخل تلقى كامل لي كاتيجوري تاع لا ريجيون هذيك كسا سوا دكتور ولا كما قلنا حقيقي ودخل المارشي اكزاكتومون كما الاستاذ كيف شكون اللي ما يدخلش المارشي اكزاكتومون كامل يدخلوا المارشي يقضيو يا لي فخوي يا لي ليغوم يا لي فيونت تما تتلاقى مع ناس لا فيل هذيك وتما تعرف وين راك اون بليس انت شاف تحس روحك الاز باسكو كوم راك شاف شغل المارشي دارك الدوزيام انا مارشي داري الاولانيه دوكا راهي عجباتك الخضره تاع تلبسان والله غير سانسيرمون الفاكهه ما شاء الله رحبوا بي مسقيه بالملح الحلو نحكوا لي على الزيتون ديالكم ومو الزيتون قولوا له اسمح لنا واش درنا لك الحويته ديالو شي بالمنصور جو بونس شاف رفيق اكد لك لقينا واحد 40 نوع تاع زيتون المطمر البوطاس هذو غير اللي عقل عليهم واش كلينا احنا ما سميناش هذاك خليه برك احنا في تلمسان عندنا المتمر وعندنا المشقوق مشقوق تلمسان الحجره يشقوه وكاين المتمر هو الزيتون الكحل اللي يخليوه يشبوه بالملح يشبوه بالملح ويخليوه هما الفدير الزيتون ريم ايوا راه جو سوي بون كويزينيير راكم تسمعوا مشاهدينا تقولوا ريم حقيقي لاتيف هاي دي فوا كونكورونس دوك عسلنا دوك عسلنا شي بون شونتي خويا سما دوك ديو ريم ايوا لا لا انا عجبني الزيتون المشقوق هذا مشقوق ريم كون جي عندك للدار واش طيبين هاي اللي تحب اعطيني هكا حاجه على بالك باللي احنا في تلمسان كامل الامهات يعلموا بناتهم لو بلا سي اوبليغاتوار يعلموا بناتهم الطياب سي لا بروميير نيشان هذيك هي انا 17 عام جو سافي تو فيغ الله يبارك مطعم بركوكس والله يبارك كل شيء كل شيء براني براني بيان سور الكرميه طلع واحد زعما طيري فيه وانا ما غران مير سي اون تري تري بون كويزين انفا هنا كامل كويزينيو تري بيان سي با بور والله سي با بور مو نو فونتي ولا مي سي لا فيريتي Ils font de la très très bonne cuisine. انا ني معروض ديجا باش نتفاهموا مازالت العرضه يا اخي مرحبا بك كي ندوق نقول لك با تروب شي بن منصور تخش شويه الكوزينه vous allez être surpris شويه ماشي بزاف اوملات 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 كيما انا فوالا انا نعرف ندير الخبز بالفرماج الخبز بالبيض والخبز بالخبز بزاف عليك بزاف عليك ماشي ساهلين هذا تروا روسيت خويا صافا ان شاء الله دروك شاف وي قولوا لهم ولا ما نقولولهمش دار دي واعر مع شيف تلمساني درتونا البلا كسموه المحمر المحمر مع صاحبي الشيف بيان سور دوك هاد الديو المحمر محمر حلو ولا محمر أحلو. مالح حلو من بعد نزلت له شويه اون توش تاع خسرنا السيسباس نروحوا نشوفوا الفيديو الاول هيا نروحوا المشاهدين امبوسيبل امبوسيبل نجي تلمسان وعلى بالي بلي زعف عليا صاحبي الشيف
توفيق. جيتو اليوم نزورو فريستو ديالو أومبيون. بولي مع المحمر سامر سبا تما انت يا شغل كونسيلي نديرو بالكاري وي ولو كان نعاودو انا هدايا كيفاش نديرو خاصك توري لي خاصني نوري لك خاصك توري لي وتعطيني ندوخ اصبر دقيقه ندوق بالواحد بالواحد محمر نزيدو شي حلو سيرفيس فاكي باس واش عندهم محمر محمر في زوج سوايع خويا راه شوف لي زانفيتي ديالك خويا راه شوف لي زانفيتي ديالك هاود الطابلي اصبر 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 زوج سوايع فان تلعبوا اللعب هذا يا شاف عرف لي زانفيتي ديالك عليا من الاخر صحه اي 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 20 واحد كامل محمر ومجمر هكذا كشافه ضياف يجيو وعشرة دقيقة بون كاري قال لك زوج سوايع كشاك حتى وكلهم كامل المهم ما نكذبش عليك انا دوك نلعب شوية اما مانيار نفريشي شوية كاشو يا اخي سيد كمال ما يحبش ولا على ضيافو انا دوك نحكم الكاري هذا ليه نديكريسيه رابيدمون نبعتو شوية في المقلة لاصوص منها واش نديرو لها انا ندير لها شوية بصل لا كاروت غارنيتور اروماتيك ليه ليه هادي تروح هكذا ديريكتومون او يطيب ونبعد بوري بانت لي بلي هادو هما لي فرويساك دوك نلعبها له اليوم نلعبها له لي فرويساك هادو هما دوك يجي يحوس عليهم وين راهم على بالي بلي دوك يتخلع يقول لك وين راحوا لي فرويساك دوك نخبيهم له ديريكتومون داخل هاد لا بوم دو تير شاف توفيق هيا ونولف هادي فامي سنا واش هادي فامي سنا رابيد حمر مجمر دوكا قول لي انت كيفاش واش رايك مليح سيت الماكسيموم واش خديت انفورماسيون ديال لك عفسه ليه ليه مليح مليح ما خليكش الناس يسناو مانيش نشوف انا لي فلوسك وراها كنت نسنا فيها هادي على ما نكذبش عليك الحكايه كامل وين راهي راهي في هادي درت لك اون بيوري رابيدمون بوم دو تير اكرازي ولي فرويساك تاعك درتهم كيما انت ديرهم سوا سوا برك خبيتهم لداخل ما نكذبش عليك انا حبيت برك نزيد اون تي توشه رابيدمون بلي ليغوم دخلت شويه لابوم دو تير باسكو على بالي بلي كاين لهنا جيرانكم صحاب بوهران وكلشي يديروا شويه لي فريت معاهم صح ولا لا لا تقول لا رفيق ما صحتك صحتك يا شيف احكي لي على هذيك دوك حاجه اللي ما نعرفها بطاطا ماشي بطاطا اللي شوف كروستي راه كاين كروستي كاين كروستي وهذاك درنا شغل جوردان كرمبل يوتيليزي توجور
لا باز لا ميم باز اللوز. ما شاء الله عندي. ميرسي بوكو خويا. صحيت. دوك نخليك ديبا راسي. دبر راسك خويا. عايق على خير. ميرسي بسلامة. كما كنتوا تشوفوا كان هذا هو الكلاسيكو الارض، كاين الكلاسيكو ريال بارسا وكاين الكلاسيكو تاع الشاف رفيق مع الشاف باش ما نغلطش في اسمه توفيق بخشاف توفيق من ريستورون اومبيوس نشكروه بزاف. كنا كيفاش كان هذا الديو طيبتو المحمر ولا المجمر؟ فوالا اكزاكتومون درنا ان بلا اكزاكتومون درنا ميم انا جلي ديكوفر هذا البلا هذا تاع المحمر. وشنو من بعد انا ما نكذبش عليك وين حبيت زعما ندير لاتوش تاعك لازم اون بتيت توش هكذايا وين باش ما نخليوهش في الصالي هذا في السكري هذاك زدت له شويه برك لي ليغيم. وين كان عندي معلومه وان الفوهران كان المحمر هذايا يديروا له لي فريت دام مانيش غلط لي فريت فوالا كل واحد وكيفاش كان يعمل الشامبينيون كان يديروا لي فريت هذوك الغلط في وهران صح كاع في البرقوق شوفوا البرقوق البرقوق هكا انت صافا عاود البرقوق ماشي برقوق البرقوق هذاك البرقوق المحمر كيبات كيبات يزيد في البنان ويزيد له حليب فيت فوقه ولي ماكله. وشنو انا اللي فريت هذوك تما سييت نحيهم وموديفيت إيه. وين البطاطا هذيك ما بعتهاش فريت بعتها نخليوها يعني ما نخافوش عليك شاف فوالا ريم في تلمسان ما كاش غير الاكل نروحوا من الاكل التقليدي نهضروا على حاجه مهمه بزاف اللي هي اللباس التقليدي ياك سي بن منصور باش وصلت للموضوع صميم 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 الطرز وصميم الطرز والفرشه نسيج نسيج الحايك الحايك المنسوج المنسوج هادو كاع راه نهضروا عليهم. نستقبلوا مدام بغلي طيمة اللي هي غادي تزيد تحكي لنا مليح على هذه. رحبوا بها. هذه الكلمة تاع طيمة كاينة بزاف في تلمسان سي ديمينيتيف داكور فاطمة تولي طيمة وفتيحة تولي تيحة سي بور سا انا قلت طيمة ما بغيتش نقول فاطمة. ايه طيمة مدام مرحبا بك شرفتينا مدام. تفضلي مدام طيمة تفضلي مدام. حنا ما نقدوش نهضروا على اللباس بلا ما نتنولوا كاع كومبلي دوك رانا كومبلي نقدروا نهضروا اليز على اللباس التقليدي. مدام باش نزيدوا نتعرفوا مليح على زيخا كوليكسيون نروحوا نشوفوا هذا الفيتيال اللي زاركم نروحوا نشوفوا. دار الازياء زيخا تاع لاوت كوتور تاسست في 1965. كلمه زيخا معناتها المرأة، حنا في تلمسان نقولوا هذيك فلانة زيخة معناتها المرأة اللي تعرف تلبس وتعرف تعرف شغل المي اون فالور ال سمي اون فالور وتعرف توالم الالوان تعرف وتعرف تكون متميزة. هذه هي كلمة زيخة. حنا بيان سور هذا سي ان سافوار كي ايتي هيريتي ورثناه على ما ما كي تعلمت ملي كانت صغيره تعلمت الحرفه تاع اليد بيان سور في تلمسان. حنا اون سيت انسبيري من الحضارات اللي فاتوا على الجزائر على بلادنا ومن ثم بدينا نصموا الازياء نتاعنا. الوغ نفوت لكم لهاد الموديل كو جيم بوكو. C'est un modèle qui est fait avec des perles d'eau douce, ce sont des perles de culture d'eau douce, avec des Swarovski aussi. Et il est entièrement travaillé à la main sur de la soie sauvage, voilà, sur de la soie. Hadi, Hawada Choufo. Hadi, Aïtolat Al-Khanjar. Là, Hawada, je vois un modèle qui est là. Il est très très ancien, Hadou Taraj Doudna. Alors maintenant, quand nous voulons faire le modèle, هنا شوفوا الخدمة تاع الكنتير فوالا سي سور دو فيلور. الخدمة تاع الكنتير كما قلت لكم سي تيبيكمون اندو اون ا ريبري بلا بلا بيان سور بلونبرينت تاع الزايغة. هذا سي كراكو جونغ افطان تاع تلمسان بالسراول الشرقة كي جزائري محض وبالفوطة الفوطة اللي الجزائرية الكل تلبسها. يعني انسان عادي ما يعرفش تصاميم اوت كوتور ممكن ما ينتبهلهاش، مي واحد اللي يعرف لاوت كوتور يميز ويشوف باللي كل شيء توت في ما باغ دي مان دو في.
كانت هذه زيخة كوليكسيون. غادي نزيدو نشوفو مدام شويه هكا مع لي مانكا لا كوليكسيون تاعك. ماذا بينا تزيدي تحكي لنا اكثر ان شاء الله؟ وي الوغ زيخة بيان سور ما بداتش ماشي جديده لي كوميم وي سي اون مارك انسيان. الوغ حكينا شويه على وي ما اننا تلمسانين دونك نحافظوا على التراث تاعنا. الوغ هذا كراكو كراكو مي اون فا دير كراكو جوغ افطان افطان تاع تلمسان داكور فوالا. الوغ يا توت لي بيس تاع الافطان كون بو روتروفي سادير من هذوك العقاد تاع المجبود لو فيل اور مرشم جو كومونسري بار مرشم كي تري انسيان تاع الخامسه بورتي دون مانيير بالسروال الشلقه من تحت اي بالفوطة اللي تمثل المرأة الجزائرية عامة من القبائل جميع المناطق يلبسوا الفوطة. احنا هنا في تلمسان لبسوها تاع المنسوج. قالوا لي باللي كاينه واحد لاستار مريحه معنا داري تخدمي معها وتلبسيها. اون لابيتود دابيي مدام ريم حقيقي تحبيناتنا قولي لنا صعيبه شويه في لو شوا باش تختار طول شويه؟ هي ماشي صعيبه باش تختار. هي تحب الحاجه اللي حاجه شابه تولي معها بيان سور خاطر اللبسه الدينوت ان تي بو لا بيرسوناليتي دو لا بيرسون كوميم سي بور سا كو ال دوات اتر اكزيجونت في اللبسه تاعها. ريم ثاني شفنا باللي فوالا يعطيك الصحه مدام ريم ثاني لاحظنا باللي اشاك فوا تطلعي سير سان توجور تكوني لابسه لباس تقليدي. اسكو هذا شوا مع لو سي اللي تغنيه ولا دي فوا تكاسي تلبسي حاجه اخرى؟ نعم انا يعني نلبس بزاف تقليدي على حساب الغناء التقليدي اللي نأديه ديجا. انا نغني تقليدي. تقليدي لازم تلبسي نعم. راه كاين اليوم ويعني كان لي يعني كالكو فوا مدام زيخه هي اللي مي با توت با توت مي تواليت كالكوزين داكور سي بيان. الوغ اون وي سي بن منصور جي بي اس انا لازم يهضر ان بتي كومونتير سور لا توني كو نو فونو دو فوار الاخرى. طيب بارك سي بو ماشي هذه الاخرى اللي فاتت اللي فاتت سي اون تري بيل انوفاسيون. لو كاراكو سي اون فورم دو لا فيست نتاع الافطان وزادت له الفوطه. الفوطه باش تعرفوا الفوطه كانت بكري موجوده في كامل القطر الجزائري. درك اللي باقيه غير في زوج جوايه هنا في الجزائر اللي باقيه في تلمسان وفاين بلاد القبائل. بلاد القبائل داكور لا ديسباريو دي زوتري جون داجيري داكور دونك سي اون بيس انتريسون داكور وي ماتنا فوالا زيدي تكلمي لنا على هذا لاتوني مدام. نتكلم لكم على هذه. نبدا بالقماش هو حرير سي دلا سوفاج اي سوبر بيل. هادي ريم سي بون هادي بروشا بروشا سبيكتاكل تاعها تخيط لي وحده ان شاء الله. سي لا كوموند على المباشر سي فوزو سي والله مدام فريمون يعطيكم الصحه الله يسلمك. خدمتكم لي متقونه تاع بزاف باسكو يخدموا على ما تو تي في ما هذا ماشي ملصق بلاكول على بالي. رحنا ورفيقي رحنا عند سيدي محمد وعمي محمد من بعد نهضروا مازال لي ميسون ان شاء الله طويله. الوغ وي الوغ هذا نبدا لكم بالقماش سي دلا سوا سوفاج سي تري ديليكا ترافايي مخدومه بالكنتير. كنتي ثلاث شهور تقعدوا في كان كراكو اللي قعدوا فيه ثلاث شهور ربع شهور يشد اليد باليد وي وي سي تري سي تري فان كيما هدر الشم ملبسينها مع السراول المدور سي تيبيكمون الجيروا تاع الجيروا. قدروا نزيدوا نشوفوا ثاني سي بوسيبل لي زوتر توني. ميرسي يعطيك الصحه تفضلي. الوغ الكراكو كو فوز الي فوار هذا كراكو وي وي كامل هادو كراكويات. ريم لا عجباتك ثاني ما كاش مشكل تزيد تخدم كوموندي كوموندي بروفيتي. الوغ كراكو هذا اللي كور اللي تري كور دونك سي فاسون الجيروا هما اللي يلبسوا جاك الات فوالا كي الات فوالا سي بمصر راك طوبه مالك. الوغ هذا مخدوم افيك دو فيل اور اي ارجون و نزيد لهم حنا كامل لي بيس تاعنا نزيد لهم دي بيير سيمي كرو سيمي كاين دي فوا ديري فيزيون بين دو ستيل وديري لا توش تلمسانيان فوالا فوالا هذا يلي في افيك دي بيير سيمي بريسيوس سي دي زيركوم هنا اللي راهم فيه اي بورتي افيك اون جوب ان بروكار داكور سي تري مودرن ان ميم تان فوالا اكزاكتومون. Merci. Là, c'est pour répondre la femme actuelle droit elle تحب تلبس d'une manière moderne وحنا باش ما نضيعوش الاصاله نتاعنا on essaie d'allier les deux. C'est le but. Exactement. Tani on va voir de la collection. C'est comme je disais. Là, c'est pour répondre aux exigences de la femme actuelle qui aime être libre et à la fois élégante.
دونك بينو بلي الكراكوم ماشي فورسيمون افيك اون جوب ولا قادر يكون معاه بونطالون بونطالون توندونس جين ريم هذا يساعدك سيرسان لا سوبلاس سي اسبانيول اون ديري تاع لي توريرو سي تريرو alors celui là aussi زيد لك حبه كيما هذا خليها في خاطرك مادام عندك صاي انا جي شوازي لو روج صاي pendant qu'on y est. Oui, alors et celui-là aussi, il est orné de pierres semi-précieuses. D'accord. Oui, les pierres que vous voyez. Et également, il est fait à la main. La main, couché bled. Oui, couché bled. Le charme. يعني ما تقدوش يعني لازم هذيك الاله التقليديه هي لو شارم تاع هاد طبعا يليق باش نحافظوا على الاصاله تاعنا وباش الحرفه ما تضيعش كذلك بيان سي الحرفه ما هذا هو لو بيت يعطيك صح وهذه كيفاش هذه باش الوغ هذا كراكو مخدوم سور دو سور دو فيلور وراكم تشوفوا لو ديسان سي دي كاشمير ومخدوم اون فا دير blanc avec du doré, des couleurs vraiment très très claires. Mm-hmm. C'est pour montrer aussi que Adoun El Psou, la robe de mariée, façon algérienne, bien traditionnelle. Sûr. C'est de la haute couture, madame. Voilà. Je vous félicite. Là, oui, surtout merci. La jupe, elle est. Mm-hmm. On dirait Chanel. Les gars qui font. Oui, oui. Voilà, bravo, yatek saha, madame. Merci beaucoup. Merci, yatek saha. دوك انا بروفيتي لوكازيون مادام رانا نهضروا على اللباس التقليدي سير مورو ماركيتو باللي كاينه شده تلمسانيه راهي جيست اكوتي غادي نخليكم شويه وتقدروا تبارتيسيبوا معايا نهضروا شويه على شده تلمسانيه بيان سير جي بي اس تاعنا لازم تبوسها منا يبوسوها يبوسوا منا نبوسها منا كيوري لك جاي نبوسها الله يسلمك مدام تفضلي مدام الباتور رحبوا بك دوك ماذا بينا تحكي لنا على شده تلمسانيه يعني كيفاش تلبسيها شحال شدك وقت اكسيتيرا اكسيتيرا وي دونك شده تلمسانيه كما اللي راكم تشوفوا نهار الاول تلبس العروسه البلوزه تاع المنسوج بلس الارفتان هذا اون فيلور مخدوم بالفتله وي و لي زوتر بياس تلبسهم لو لوندوما سادير نهار الاول ما نشدولهاش داكور ما نحزمولهاش اوكي داكور نهار الاول بون داكوغ تلبس هكذا ونستفوا لها حنا الجوهر وراه الجوهر باش نعرف هذا الجوهر سي هادو لي بيير تاع فوالا باش نهار اللي نروح نشري شده ولا نبغي ندير المارتي في عالي نعرف كلش تري بيان وي سي بون سافوار نعملوا لها هاد الوريضات نهار الاول ثاني داكوغ تسمى كاين عفايس تاع بريمي جور وكاين تاع دوزيام جور اكزاكتومون تسمى لي مارياج اوتوماتيكمون كاين دو جور وي كاين السابع حنا عندنا السابع لو لوندوما داكور وي داكور نتحزموا لها ماشي لو جور ميم اوكي فوالا نهار الاول تجي هكذا نعملوا لها كي توصل العروسه تركب في الكورتاج وتوصل لاسال نجليوها بصح كي نجليوها الجليه سي كوا الجليه هاد السفلات اللي شويه ريم بلا هذا العكر ريم داروها لك حكيت لك العكر هذا ما تقولي لي غير وين هنا العكر دونك نعملوا لها الروج عليف روج بلس دو دونتيفريس راهي حمراء وبيضاء دونتيفريس دو دونتيفريس اكزاكتومون فوالا دونك عاود تجي الختنه هي اللي تعلي لها اوكي تعري لها على وجهها داكور ما كيجي العريس نو الختنه سي لا بيل مير داكور العجوزه اكزاكتومون داكور طيب حنا نهضروا على حساب تلمسان على حساب تلمسان اوكي هذا فوار ثاني كاين شده مي هذه شده بيان ديطاي شغل فيها بارامتر سبيسيال وي سي با باهي هذه هي شده تلمسانيه تاعنا تاع تلمسان داكور الوغ كي تعلي لها الختنه تعلي لها على وجهها على وجهها نعملوا لها هكذا هذا ما نحيولهاش هذه التغطيه تاع الوجه تقعد بها حتى اللي يدخل راجلها كي يدخل راجلها نهبطوا لها فوالا سي بون جا راجلك سي بون هاي هودي علينا هاي غطي علينا تري بيان داكور كي يجي راجلها هو يلوغ صح ثقيله نشوفها كيما ستاتي راهي هكا كشغل ريم ثقيله شويه ثقيله تعذبتي في عرسك تعذبت صح لي تراديسيون تاعنا صح الصباره المراه الصباره هي اللي ما نهار العرس تصبر هي الخيره وي وي مسيو بن منصور قول حاجه على بالي بغيت تقول حاجه والله لا تقول حاجه لا من بعد نحكي لكم على الافطان من بعد انا هضرب ايه هاي راه بازي دونك فوالا شده سي فغي ثقيله ثقيله سا بيس بلوس دو 10 كيلو 10 كيلو واو جوسكا 15 وي il faut le supporter ربي معاك دونك فوالا كي تجي العروس l'effet surprise d'accord. et aller comme si il wow. connaît pas voilà oui c'est le mali hano وين هنا في الراس هذيك اللي كنت نقول لك عليها voilà d'accord
À peu près, شحال تشدك وقت باش ديريها؟ J'en ai pour 3 quarts d'heure au maximum. 45 minutes. Voilà. 45 minutes. OK. الله يحفظك, merci beaucoup. Peut-être un mot à la fin. Alors, le mot de la fin, j'aimerais bien هاد الشده هادي. C'est-à-dire je veux pas que ça s'arrête là. Madabina, les générations اللي راهم جايين راهم طالعين يرفضوا يتعلموا. On est là, رحنا هنا. ان شاء الله. بصح منا راهي صعبتها علينا كيما حنا. قلت لك لازمش البلاكي. او موان غاردو الساس ونديروا شويه بلاكي. كيما بكري كانوا يسلفوا. 50 مدام كازي. الناس سلفونا سي با كما قال سلفونا. داكور. الجده تسلف لا بيل مير فوالا لي طونت كل وحده تسلف. هكذا حنا العرايسات عندنا في تلمسان. ان شاء الله هاد لي تراديسيون حنا نتمناو لهم ان شاء الله ما يزولوش ويقعدوا ونخلي هذه راه لابسه المسكيه. هاي كل تحت وي والمسكيه باش تكون على بالك سي اون انفونسيون دان ارتيزان تلمسانيه داكور المسكيه بكري كان يعمروها بالمسك بالريحه تاع المسك باش كي تكون لابسها المراه ديجاج شنو المسك سي بالمنصور صفقوا لنا عليه راه ميسي ميرسي بوكو مدام ميرسي مدام كازي ميرسي مانكا يعطيكم الصحه ميرسي بوكو تفضل زيد كملنا احكي لنا هذا لبس ارفطان سي اون تري غراند انفونسيون تاع لي ارتيزان تلمسانيه ولي ستيليست تلمسانيه داكور مدام ثاني تقدري تحضري لنا على الشده راكي بيان بلاصي باش تحكي لنا على الشده بيان سور حنا الشده ما كانش عروسه بلا ارفطان حنا كيما مسيو بالمصر فيان دو لو دير ما نقولوش الشده نقولو ارفطان دسدر اي الشده سي لونسومبل اون فادير كي نقولو شدت سا فادير على مي تو سكي سور لا تيت مي الارفطان سي هو اللي حنا نقولو ارفطان دسدر ما كانش عروسه ما تلبش ارفطان هادي سي ونغنيو عليها افطانك محلول يا لالا افطانك محلول يا لالا واشكم كيفك نشكروا بزاف ثاني مدام طيمة على لا كوليكسيون الشابه بزاف اللي ديكوفرينا كيف وثاني باللي زنا قلنا هاد سكوب اللي تخدمي مع مدام ريم الحمد لله الحمد لله ان شاء الله جيسبيغ تزيد تبدا عندنا باش حنا ان شاء الله زيدي بداي تهلي لنا في ريم بيان سور ان شاء الله حنا سي نوتخ سوسي بيان سور دائما نكونوا على باج دائما مع الميزاجور كيما نقولوا فوالا هذه هي ميرسي بوكو اون بارلون دو باج جوستومون اون اون باج فيسبوك وي تفضلي بيان سور وي اون اون باج فيسبوك سي زايخا كرياسيون دونك ليبري كونتاكتيك مدام اللي يشوفوا فينا يقدروا يكونتاكتوا عبر لاباج تاع لا ميزون زايخا كرياسيون يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام شرفتينا مدام طيمه وان شاء الله نتلاقوا سا سخا با لا دانيير فوا ان شاء الله نزيدوا نتلاقوا في اعداد اخرى ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي بالمنصور هنا نهضروا دروك على التحويسه اللي ديتنا نشوفوا نسيج وديتنا نهضروا ثاني بفاسون اخرى باسكو كل واحد يحكي في تلمسان على شده تلمسان يا ريم بالك راكي معايا يحكي حاجه جديده دوك حنا رحنا زرنا عمي محمد وسيدي محمد اللي حكاو لنا على تفاصيل شده تلمسانيه من الازد نروحوا نشوفوها ما نقدروش نديروا تحويسه في تلمسان عاصمه زيانيين بلا ما نشوفوا نساجين لازم نشوفوا نساج يما اليوم جينا عنده هيا تبعوني السلام عليكم السلام عليكم عمي محمد الله يعاونك صافا لاباس بخير الحمد لله عمي محمد حنا جينا كيما نقولوا باش نديروا ايميسيو على تلمسان وعلى التراديسيون ايتو ما نقدروش نفوتوا هاد التحويسه بلا ما نهضروا على كيما نقولوا حنا هاد لا تراديسيون تاع النسيج و... ايوه ماذا بينا تحكي لنا شويه عليها هاد صناعه صناعه مسجويه قديمه في تلمسان وكان في تلمسان وجدها في تلمسان وما يخفاش عليك ما من بكري حنا تعلمناها ومازال حافظين عليها ومازال نعلموا فيها الناس واحد اخرين وهذه هي المربى تاع المنزوج وهذه هي اللي تخدم الشده تاع التلمسانيه الشده التلمسانيه خاصه كيما نقولوا خاصه وعامة الشده الجزائريه واش استعملوكم ادوات لي زوتي اللي تخدموا بهم راني نشوف الخيط كاين الخيط كاين هذا الحرير بالحرير الحرير كان الصفر وكان الذهب على بها تحسبوها انا من بعد غاليه واه هو غالي الحق باسكو لا ماتير غاليه لا ماتير الماده الاوليه اللي جبوها لنا من الخارج المهم هي تخدم كانت كيما بكري كانت تخدم في بلادنا داكور الحرير تاع الدوده ما بقاش كانت تاع الدوده كل شيء باهي الحرير تاع الدوده هي اللي تجي فيها الشده تاع تلمشاني ولا هي تجي شابه فيها وديروا الحرير برك ولا والحرير فيها الذهب الذهب ثاني والذهب فيها هذا الكراتبل انا عيط لك الكراتبل هذه هي الشده هذه فوق اللي احنا فيها هذه فوطه قرطان تاع الشده تاع التلمسان هذه هي فوطه قرطان وفيها هذا فيها المطواق فيها تاع السداوه مسديه
هذه كيفاش هذيك السده؟ هذه السده يعطوها السده، هذيك مطوى مشدينها تاع السده، هذه فيها 3840 فيل. داكور. 3840 فيل مدخوله هنا في دخول هذا الساعه 8 تاع المناشير. وفيها 12000 فيلر. وهذه 8 تاع المناشير كل هذا كل خيط 3840 تدخل فيها كل نيره يدخل فيها خير. عمي محمد انا روماركيت حاجه وعلى بالي بلي البيبليك هذا غادي يشوفها في التلفزيون تاعي، يعني يشوف فيك فرداك لابس باسكت والدوزيام نو السولي راه قاضب بها الريتم كيما نقولوا. احكي لنا كيفاش سي كوا لو سيكري. هذه مليح مليح اللي تعلمنا مليح اللي يعني وتعلمنا كسبناهم كاع يخدموا هكا بالحفو، قال لي يخدم بالقشارات وقال لي يخدم بالحفو بالصبات ما قدوش نجينا. شغل تحسب تحسب زيد بهم هكا وتحسب بهم تحسب بهم. سما كونسي راك ميزيسي الله يبارك فيك. وخاطر كان يخدموا بالصبات لا نجينا ما تقدرش. الفرق ما بين تاع الحايك كنا نخدموا بكري الحايك علاش تخدمها بالصبات نورمال. الحايك يخدموا نورمال. عثرة عريضة. هذه الفيضان هذا اللي فيضان هذو رقاك. هادو رقاك تاع النسيج. تاع الكاش هادو باش يجيو بزاف كون نديرهم عراض يجيو عراض قد هكا ما قدوش. وانت شو عاودنا بك الموفمون تاع رجلك تضرب مره دو فوا. مره وتمشى بها. شو دير الموفمون شو راه؟ هكذا هاي وحده هادي هنا هادي تاع الذهب هادي نعاود نبطنها. هذا كي يثبت الفن باش يخرج الدين تاع 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 هكذا تمشي هنا تاع تولي هنا. انا كبلت عند من هنا دروك ها. هذا محمد لازم لي الفرمي. لازم لي الفرمي اخو. هاي هادي درتها عادني معلم واحد صغير ساعه كان عنده صالح با كنت ندير مع انترفيو عيا ومشاو ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم في طريق الوزاره كيجيو لكم هنا شبيكه بارك الله مرحبا بكم والله يوفقك على حظك بارك الله فيك. كما كنتو تشوفوا كنا نشوفوا لو بريمي بيلي تاع لباس التلمساني اللي هو النسيج، دروك نشوفوا لو دوزيام بيلي اللي هو الطرز التقليدي اللي معروف بالمجبود. هيا تبعوني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. صافا سي محمد. صافا الحمد لله. لاباس صحة بخير بيا. صافا الخدمة. الحمد لله ولا لا طريبيا. ماذا بينا إن شاء الله تحكي لنا على هاد لا كوليكسيون شابة وعلى هاد المهنة التقليدية تاع الطرز التقليدي. هذا الطرز التقليدي هذا معد من جدي ومن البا الله يبارك لي أنا إن شاء الله. وهذا خرج من السلاطن. من السلاطن هذا المجبود هذا. وهذا الطرز من سلطان من الموت. داكور واش من تقريبا واش من عام؟ وهذه حد نقول لك الاتراك. وقت الاتراك ولا من قبل وقت اللي كانوا سلاطن. داكور شفت في الباب كاتبين الفتله وكاتبين الرشم الفريد الفتله والفريد والمجبود. ماذا بينا تحكي لنا لا ديفيرونس بيناتهم؟ الفتله هذه هي تاع الارفدان تاع المجبود. داكور تاع العرايسات العرايس يديروا العرايسات لهادو. داكور هادو تاع ابارتي دو هادو ديروهم هادوهم في ابيبري حال القرن هما يخدموا الله يبارك. من قبل القرن بكري كانوا يلبسوهم للرجال تاع القرفطن تاع 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 السلاطن هما اللي كانوا يلبسوا. داكور حنا باقيه هاد الحاجه ولا لا راه عاده تبدي يعني بالك راه تولي في الميزانيه صعيبه لا سفريا ندير سي الميزانيه راه تولي للرجال كاين الرجال بدات تولي لارتيزون ديجا بدينا نحكموا دي كوموند للرجال سي بيان. والرشم الرشم كاين اللي تاع مجبود ارتيزانا وكاين اللي بالتاع كما هذه كما هذه. داكور هذه هي لاتيلي تاعي. الله يبارك. حاجه اللي عجبتني علامه الجزائر البلاد هالفريد هذا هو الفريد تاع الكراكويات. الله يبارك. ها مفروض مخدوم واجد. الله يبارك. مرتي المستقبليه اللي كتشوفي فيا نجيبك انا ان شاء الله. ان شاء الله قسنطينيه هاي هذه. ايوا لا بريبار كوموندي كما نقولوا قسنطينيه تاع قسنطينه تاع هنا تنخدم كل شيء هنا تاع هنا تنخدم. داكور هالفصاله تاع الافطان هذه هي الفصاله. هذه هي الفصاله تاع الافطان. داكور هالفصاله تاع الكراكويات. كراكويات ها هو اللي بدو هكا يتفصلوا يوجدوهم. سيدي محمد شكون اللي علمك هذه الحرفه؟ هذه لا كيسيون اللي كنا نبو علمها لي. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يرحمه ويرسل عليه وكان بكوش. هكاك هو علمك؟ هو هكاك هو علمني. وانت علمتها شويه لولادك ولا؟ سي ولادي بوحدهم يجيو متعلمين. هذا التبرشيم هذا عيطوا له تبرشيم لاني خدمه. قليل اللي يعرفه. هذا قليل بزاف مشى مع بكري. صافي بليزير انا نلقاو ناس كيما نقولوا حنا مازال محافظين على
هذا التراث. بارك الله فيك سيدي محمد، ميرسي بوكو على لاكاي، ميرسي اللي حوس بينا في لاتولي. رانا شفنا كيما نقولوا حنا لي زيطاب تاع تاع المجبول، تاع الطرز التقليدي. الطرز التقليدي هذاك صح. كانت هي هذه الدورة اللي درناها مع حرفيين مدينة تلمسان بن منصور. نحيو عمي محمد وسيدي محمد اللي رحنا وراونا النسيج وهضرونا من الأزاد على الشدة التلمسانية. نقدروا نشوفوا تاني تعقيب معاك، تحكي لنا كيف شفت هاد الزيماج. احنا ورينا لكم حرفي يخدم المنسوج، المرمه تاع المنسوج، خاطر هذا اساسي في اللباس التقليدي تاع تلمسان. والنسيج تاع المنسوج راه باقي غير في تلمسان، ولكن كان كاين حتى في العاصمه، مي دوبي ان سيكل لاكتيفيتي نيكزيست بلو كات تلمسان. واللباس تاع المنسوج لباس اساسي في تلمسان. كاين المنسوج ثاني شفنا يعني الالات، دخلنا يعني في الفيتيار شفنا الاله كيفاش ينحي كيما نقولوا الصباط ويدير برجل وحده، رجل وحده لي تكنيك. هذوك سي لي تكنيك اختار عنده اللي يخدم بلي بيدال، كيكون لابس الصباط ولا سبرتيده ما يحش بلا بيدال. كيكون حفيان اسكو كان على بالك بها ريم، يحس بلي بيدال باش اختار يخدم افيك 12 بيدال، وخاصو يعرف ما هي لا بيدال اللي يعفس عليها. لا ما يشوف كيما نقول سماشي 12 فيتاس في 12. وكنا شفنا ثاني ورينا لكم الطرز، الطرز التقليدي اللي فيها مجبود والفريد والفتله. هادو هما لا باز نتاع اللباس التقليدي تاع تلمسان. مازال يخصكم، مازال ما شفناش شي صوالح اخرين كيما البيرلاج كيما. انا حبيت نسقسي برك يعني كيسيون برك مش رضا، من الصباح رانا نحكيو على الحوايج تاع النساء، وحنايا وراي الحكايه وراي التجارب تاعنا. احنا المحقورين، احنا عندنا اللباس التقليدي، عندنا اللباس التقليدي رائع. لا الرائع تاع الرجال، بصح احنا اللي سمحنا فيه. احنا نسنى في الديفيلي وكاش نشوف كاش راجل جاي. احنا عندنا حرفي هنا في تلمسان راه يخدم اللباس التقليدي محض. كاين دي زاسوسياسيون يلبسوا كامل، هو اللي جمع السيد. عندهم اسم كيما حكيت القطان، كاين الصراو العربي، كاين الفيستا، كاين المقفوله، كاين. مدام ريم هضرت على الجمعيات ولي زاسوسياسيون، نذكروا ثاني باللي مسيو بن منصور كذلك عضو في جمعيه الاصاله، اللي مادا بينا تحكي لنا شويه عليها وعلى اهم النشاطات اللي ديرهم للحفاظ على التراث. هذه الأصالة جمعية لوبجي نتاعها هي الحفاظ على التراث التلمساني. عندها مهمة، عندها مهمة الحفاظ على التراث المادي ولا مادي. عندها نشاطات كبار، عندها الحرفيين بزاف داخلين معها في المنظمة. داخلة فيها لا كويزين ولا غير حتى لا كويزين، داخلة حتى فيها يعني كل التراث كل التراث كل التراث التلمساني. عندنا هي عندها نشاطات كبار عملتهم مام في لاكويزين باغ اكزومبل. لا المكتمل بالسطيل هذه لا غير فيها رونديفو من دركا ان شاء الله. ان شاء الله لا بروشين فوا كي نجي ماركي اديري معاهم في لاسوسياسيون براسي فو لا بروشين فوا. هذه الجمعيات تحضر في كامل المناسبات هنا في تلمسان، اللي يكون المولد، الاعراس، الاحتفالات. وهاد النشاطات مسيو بن منصور لازم لهم دعم، دعم يعني باش تزيدوا يحافظوا على التراث. والدعم لازم يجي مثلا كيما مؤسسه كيما المؤسسه الوطنيه سوناطراك، اللي هي نفكروا الناس باللي سبونسور تاع ليميسيون تاعنا. وكذلك الناس كاين بزاف غالطين يقول لك الدعم غير الرياضه، ايتو دعم مام التراث المعماري. نذكروا كيما انت راكي في وهران راهم يساهموا في الترميم تاع سانتا كروز. نعم نعم، ويساهموا كذلك يعطيهم الصحة شركة سوناطراك. وانا تاني تعاملت معاهم كانوا سبونسور تاعك، كان يعني ماما دعموني في ان كوفري دو سي دي دو ميوزيك اندالوس. نشكرهم بيسك لا بروف، يعطيهم الصحة. ما قصرنا مع مسيو بن منصور، تعاملت معاهم انت كذلك. احنا تعاملناهم في جمعية الدار الكبرى لا كروند ميزون، ولا سوناطراك سبونسوريزي لو بري ليتيرار محمد ديب. محمد ديب سبونسوريزي بليزيور فوا، ونشكرهم ثاني كذا. نشكرهم وكذلك راهم يساهموا في الموسيقى وحتى في الفن. نذكروا مثلا راهم يساهموا في الفيلم تاع حسن البشاريه اللي راح يصوروها قريبا. وحنا ثاني كيما نقولوا النهار تاع اليوم يصادف يوم مهم عنده علاقه بسوناطراك وعنده علاقه بالدعم، اللي هو يوم تأميم المحروقات. لهذا اليوم تقدر تحكي لنا عليها مسيو؟ 24 فيفري فوالا 24 فيفري ما سي لانيفرسير دو تاميم المحروقات. هو هذاك ستان ايفينمون امبورطون في بلادنا. ذاك عبينا الحريه نتاعنا دو بوان دو في ايكونوميك،
داكور هذاك هذه سي لا سينيفيكاسيون دو دوك هما مشكورين بزاف غير الشاف رفيق مازال ما دار العقوبه ليا العقوبه ليك ان شاء الله انا سي بون راه مسبونسور تاع ليفيسيون هذه هي نشكركم بزاف المؤسسه الوطنيه سوناتراك ثم مشاهدينا نروحوا فاصل نعاود نقول لكم مازال باقي لاسويت عودنا ولينا لكم جمهورنا العزيز نشكركم واحد واحد اللي راكم في دياركم ان شاء الله هريم نكونوا في ليميسيون تاعنا تحويسه فيه حوسنا بكم في تلمسان وحكينا لكم على كلش بصح مازال لا سويت تاع هاد ليميسيون نقول لكم مدام هضرنا مع نادير على جمعيه الدار الكبرى راهي حاضره معنا مدام بن منصور سي لو ميم نوت فامي سي لا فامي سي لا فامي دونك هذه رحبوا بها مدام تفضلي مرحبا بك مدام ميرسي نذكروا باللي مدام بن منصور هي رئيسة جمعية الدار الكبرى دونك راكي بيان بلاسي باش تزيدي تحكي لنا عليها ان شاء الله اي بيان لا غراند ميزون اي ني ان 2001 داكور دونك رمزيين عملناها في تلمسان امبليماتيكمون يفالي كال كال ناس تلمسان بيسكو سي لو ليو دو نيسانس اي بوي سي لو بروميي ليو ديكريتور دو محمد ديب داكور مدام بن منصور سمحي لي قاطعتك بالك ترماركي مام لاتموسفير اللي رانا فيها ونشكروا اوتيل رينيسونس اللي نذكروا لنا متواجدين عنده انا نشوفوا لا ديكو تاع الاوتيل دار كيما نقولوا لو باسيو لو باسيو لو باسيو جوستومون وسط الدار وسط الدار دار العربيه دار العربيه هاي تفكرتها ام فارس لو باسيو فوالا انا جدي كان عندنا دار عربيه دار في هذا لو ستيل مي جوستومون حنا اختارينا العنوان تاع لا غراند ميزون ديتوها من هاد ديناها دابور لو بروميير رومان تاع محمد ديب محمد ديب اللي هو اللي عرفوه وعرفوه تو سويت كيما يعني ان غراند اكريفان وزيد بزياده سيمبوليكمون هذا لي غراند ميزون عندهم دو كاركتيرستيك دابور كاين هذا لو باسيو ولو باسيو كي شغل دي سي كوم سيل ايتي انفيرمي دون لانتيميتي دو لا في دو لا فامي Et en même temps, la grande maison, elle est ouverte. Là, il y a une adresse qui est مرحبا بكم. عندنا مجريه شغل مرحبا بك في وسط الدار مرحبا بك في وسط الدار وحنا رانا في وسط الدار فوالا انا في وسط الدار كانت يفرقها حاجه بين لا ريو ولا ميزون هي كانت في الدخله تاع ديال العربيين كانت حد درجه يقعدوا فيها وكي ودار وباب الدار محلوله داكور الناس يطبطبوا ومن داخل المراه يدخلوا لهم شغل كوم سي لو فيلا ما يدخلوش سلداطون نو جوستومون سلداطون تاع الدار المراه خاطر في النهار يكونوا غير النساء في الدار داكور الرجال يخرجوا يخدموا النساء يكونوا في الدار هذاك اللي يطبطب من داخل يقول له شكون شغل يشوف شكون الى براني يقعد تما داكور حنا مدام حنا زرناك زرنا الجمعيه تاعك نروحوا نشوفوا هذا الفيديو نعاودوا نرجع Alors l'association culturelle La Grande Maison, Dar al-Kubra comme on l'appelle, a été créée en 2001. Elle est là pour perpétuer l'œuvre de Mohamed Dib donc, et la faire connaître auprès du jeune public. Alors, personnellement, je ne connaissais pas Mohamed Dib, je le connaissais comme ça, c'était un écrivain. Je suis rentré à l'association au début à cause de la photo. J'ai connu le théâtre, j'ai aimé le théâtre. Et j'ai lu les textes de Mohamed Dib, on a travaillé sur les textes de Mohamed Dib, donc je pense que c'est un très bon moyen de faire connaître un peu aussi ce grand écrivain et les ouvrages de ce grand écrivain au jeune public. Après, l'association est principalement connue pour le prix littéraire Mohamed Dib. C'est un prix de consécration, d'encouragement pour les jeunes écrivains qui existe depuis 2003. On est à sa sixième édition. Et donc voilà, à côté du prix littéraire, Il y a plein de petits ateliers qui se sont créés, qui sont animés, tous par des bénévoles. Il y a plein de jeunes qui viennent. La grande maison porte vraiment bien son nom parce qu'elle nous réunit un peu et il y a de la vie tout au long de la semaine. Vous serez venus samedi, il y aurait eu plein d'ateliers qui fonctionneraient. Donc on a 4 ateliers de théâtre, 2 adultes et 2 pour les enfants. Le premier atelier c'est entre 6 à 10 ans et le deuxième entre 11 à 14 ans. Et les 2 autres ateliers théâtre c'est des ateliers d'adultes. On a 2 ateliers photo, ils ont fait une expo, vous allez pouvoir la voir.
On a un atelier d'art plastique, donc qui travaille avec les enfants et avec les grands sur le dessin, sur tout ce qui est art plastique. On a un atelier d'écriture qui travaille aussi avec l'atelier théâtre et l'atelier d'écriture. Et on a un atelier de cinéma qu'on essaye de relancer. En fait, cette réflexion est venue depuis quelques années. On essaye de faire dialoguer un peu toutes les formes d'art entre elles et d'aboutir à un résultat, et c'est magnifique. Ça nous passionne, c'est un endroit où on peut se lâcher, c'est un endroit où on peut s'exprimer librement et on apprend beaucoup de choses. كانت هذه تحويستنا في جمعية الدار الكبرى. شفنا الدعوة الزاهية لبياس دو تياتر خلب ندير. ماذا بينا مدام زيدي ديطاي معنا أهم النشاطات تاع الجمعية تاعكم؟ وي ألوغ كما قلت لكم يا تي مومون حنا أون كري لاسوسيسيون أون 2001 بور غلوريفي أون فيت لوفر دو محمد ديب دابور. باسكو ما تنجمش تهضر ديجا على تلمسان بلا ما تهضر على محمد ديب. مي محمد ديب ما معروفش غير في تلمسان, معروف في العالم. وعلاش معروف في العالم؟ باسكو اون ميم طون هو كامل الكتب تاعو راكزين على البلاد تاعهم وعلى لا تراديسيون ايتترا, مي اون ميم طون سي اون اوف كي كومبليتمون اوفيرت سور لو موند, سور لونيفرسيل. Les grandes questions de Jaïza. Voilà. Donc, on a quand même. Justement, la première chose, c'était parce que malheureusement, Marofa, parce que Amlou a le feuilleton télévisé, donc Mustapha Badia, c'est très bien. الناس سمعت به ودخل في كامل لي فوايي, ولكن ما كانوش عارفين باللي مور لا غراند ميزون نكتبوا اكثر من 40 بيان سير. وهذا هو لو شارم, يعني كيما الكتب القيمه كيما هادو نقدروا ننقلوهم في افلام ولا في مسلسلات ولا نهضروا عليهم في ديزيميسيون كيما هادو ولا دي بياس دي تياتر كيما شفنا في. اي بيان جوستومون باسكو حنا اون كري سيت ميزون بصح اون فولي با كسوا اون ميزون ديكريفان مورت. يعني كما هذه هنا قعد هنا كتب هنا واسي نو سي با انتريسون. حنا كان خاصنا تكون مفتوحه لكامل الناس اللي ما يعرفوهاش وخاصه لي جون, باسكو لي جون ماهمش يقراو بزاف دروك, لا ليكتور نيكزيست با بوكو مالوغوزمون. وكيفاش هاد لي جون مدام يجوكم ياديروا في لاسوسياسيون؟ اسكو نتوما تروحوا لهم ولا هما يجوا عندكم؟ في الاول حنا رحنا لهم, حنا حوسنا عليهم. ما رحتوا درتوا بريزونطاسيون؟ فوالا فالي لو بريزونتي فالي لي مي سورتو 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 كي دخلوا معانا خليناهم هما حريين. سيتادير كو عطينا لهم واحد النهار هكذا فرجت لهم كامل الكتب, كاين اكثر من 45 فرجت لهم كامل فوق الطابله وقلت لهم بون انا ماذا بيا تعملوا لي ان تي مونتاج دبر راسكم راهو كيما حبيتوا. ومن بعد مادام جاوبوا معاك كاين ناس من بعد جاو ينطر بيان سور هذا يجيب هذا هذا يجيب هذا. دونك بدينا في الاول الوغ سي با دو تياتر اللي بدينا به في الاول, سي دي مونتاج دو تكست. C'est-à-dire دخلوا في كتاب كما نقولوا حنا دخلوا ان دياغونال, ما قراوهش كامل, يقراو هكذا دي باساج اللي عجبوهم وعملوا مونتاج سميناه لو باسيو, سميناه وسط الدار. باسكو وسط الدار هي اللي كانت تجمع الناس فينالمون, هي اللي كانت تجمع الجيران, هي اللي كانت تجمع كامل الناس اللي ساكنين في الدار, كانوا يشربوا القهوه في العشيه كامل مع بعض. يا حسره على ذاك الزمان. هي هذا لو باسيو يعني جمعوا فيه بزاف لي زيكستري تاع لوفر تاع محمد ديب. هي وبدا هذا يعيط لهذا, عاود بدينا مشينا ليزيكول ثاني. تبقى الجمعيه يعني مهمه في الشباب في البدايه تاعهم. ممكن احترم تحكي لنا بدايتك يعني في انا ثمره من جمعيه, انا ثمره جمعيه, انا ايضا ثمره جمعيه ايضا. نعم, لان الجزائر معروفه بالجمعيات الاندلسيه والثقافيه وفي المسرح ثاني كاين بزاف. كل الجمعيه اللي كنتي معها تحكي لنا عليها. انا ترعرعت يعني وتعلمت في جمعيه نسيم الاندلس. نسيم الاندلس, نعم, اللي نحييهم. يعني كل البدايه تكون بجمعيه فوالا لو ريزلتا. احنا نتمناو ثاني تخرج. انا خرجت منها شويه صغيره ومن بعد يعني عاونت انا
في الحق هي تبدا فيها ومن بعد تخرج تكبر. شوف سي تا كما قال لك ربي يعطيك الموهبه او تو لا او تو لا با سي في سي هذه بصح الجمعيه تبقى في البدايه واحد كيكون جان وما عارفش وين يروح باش يخرج الموهبه تاعه ممكن يتلاقى ناس كيما مدام بن منصور ياطروه ويعاونوه باش يعرف الموهبه اللي راه عنده ممكن يكون كاتب ممكن غدوه يكون ممثل مسرحي ولا وانا بالك حاجه برك على هذه تتنيك انا على باز لا لا انا على باز كنت تكنيسيان تاع انفوغرافي انفوغرافي يعني انفور مع الطبخ اها ما طحت لي هذه لوكازيون من ماستر شيف من تما كما قال جو مي سوي ديكوفر اون باسيون تاع لا كوزين داكور ومن تما عاود درت الفورماسيون وين يقولوا لي طيب مليح لي قلبه مليح قلبك مليح صح عجبتني هذه افرح على بالك وانت الحرفه تاعك اللي تحبها مسيو بن منصور لا الحرفه اللي تحبها مسيو بن منصور انا نحب كامل الحرف كامل الحرف وكامل الحرفيين نحبهم تراديسيونيل توسكي تراديسيونيل اعطينا وحده كاينه وحده عزيزه عليك نحب النسيج نسيج نسيج شفتك حكيت لنا على لي بيدال وشغلك ابارامون نسيج نسيج ان شاء الله هذه هي تلمسان كذلك ماشي مع كيما نقولوا حنا ما فيهاش برك النسيج وما فيهاش برك الجمعيات وما فيهاش الطاقات الشبانيه فيها كذلك الاماكن السياحيه ما كان كيما نقولوا ما نقدروش نهضروا على تلمسان ما نهضروش على هضبه لالاستي وما نقدروش نهضروا على لالاستي وحدايا سي بن منصور حكينا شويه على لالاستي البلاتو ديال لالاستي هذا او ديبار سيتي كان ان موزولي تاع السيده لالاستي لالاستي وهذه لالاستي ما حناش عارفين اكزاكتومون كيفاه باش وصلت لتلمسان هما اللي يقولوا بلي اسمها الحقيقي سي الضاويه الضاويه وهي بنت السي عبد القادر الجيلاني لو باترون دو بغداد اي لو فونداتور دو لا القادريه الطريقه القادريه هذه بنته وزادت على ببري 12 سيكل داكور ايه داك هنا في تلمسان على تي سي هنا عاش في تلمسان على ببري في 13 سيكل ما حناش هما ما حناش عارفين هما كيش كيش انا على بالك مسيو بن منصور درت تحويسه ايه بصح سمحوا لي ما ديت حتى ايه. واحد رحت وحدي وجبت بصح جبت لكم دي زيماج كوم وي رحت ضربت تحويس نروحوا نشوفوا هاد لي زيماج نعاودوا نرجعوا مسيو بن منصور هاي نروحوا كيف كيف السلام عليكم مشاهدينا كيما راكم تشوفوا رانا في هضبه لالستي وشكون فيكم اللي ما يعرفش لالستي لالستي هذه الهضبه اللي معروف عليها باللي تطل على عاصمه الزيانيين تلمسان كيما رانا نشوفوا هنا رانا نشوفوا تلمسان بيت بيت دار دار زنقه زنقه دونك فوالا كاين هذه معروفه بلاتور لاتور هذه نزيد لي كيزيد يطلعوا لي توريست يزيدوا يشوفوا تلمسان مليح يشوفوا شغل اتش دي بون كيما نشوفوا مليح ثاني كاين تيليفيريك عبالكم باللي اليوم سبيسيالمون باسكو راه كاين البرد قسما بالله لا راه كاين برد عظيم سي بور سا انا نشوفو باللي ما كانش بزاف غاشي من غارونتي لكم باللي في الصيف غاشي كحل راكم تشوفوا ليه كاين شغل مونيمون صغير مقام شاهد صغير نروحو نشوفو واش كاين هيا تبعوني ورانا وصلنا لمقام الشاهد الصغير تاع تلمسان مي لو بليز امبورطون سي كو جيست موراه كاين الضريح تاع لالستي غادي نروحو نشوفوه اونسونك البرد يا خوتي واه واحد البرد يدخل لعبك داخل سبيقري كيما راكم تشوفوا هذا هو ضريح لالا ستي كاين هنا مكتوبه ضريح لالستي هذا هو الباب وهذه لابلاك فيها كاع لي زانفورماسيون هي الواليه الصالحه بنت الشيخ عبد القادر الجيلاني تنحدر الى سلاله الرسول الله عليه الصلاه والسلام وهي اصغر اخواتها جاءت من بغداد لتستقر بتلمسان عاشت قرنين القرن السادس والسابع الموافقين للقرنين 12 و 13 ميلادي وبناوا بحداها جامع للتعبد وبيت للزوار دوك فوالا دوك من بعد نزيدو نروحو نشوفو الجامع كانت هي هذه هي تحويستي في لالستي ما قدي قتلني برد كبير باسكو شاف رفيق راح حس بيا باسكو كان معنا في التورناج كان مع صالح وليكيب البرد عظيم اه البرد سميقري 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 اليوم راه الثلج والثلج جوستومون نذكروا المشاهدين بلي رانا في اوتيل رونيسونس اللي جاي في هضبه لالستي دوك ماناش بعد عليها راهي جيست اكوتي وحنا دروك اكتيال مورانا تورنو والثلج راه طايح برا دوك هذه هي
ماذا بينا مسيو بن منصور نونشينو نكملوا نحكوا على لالستي نبروفيتو من الموسوعه تاعك. هذا داريه تاع لالستي كانوا يزوروا بزاف النساء تاع تلمسان وهي سما الي كونسيديري ميتان كوم لو دوزيام باترون دو لا فيل. هما قريبي باترون دو لا فيل كلا بلاك كاتبين بلي كانت في العراق وجا فوالا. يعني قلت لك الوالد نتاعها سي عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هي من لا فامي تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. هي من لا فامي تاع النبي سلاله النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وبها سي لو باترون دو بغداد اي لو فونداتور دو طريقه القادريه. داكور. وهي كانت صوفيه كانت اصلا كانت تتعبد في ذاك المكان. كانت تتعبد في ذاك المكان وكانت تجيب الناس تاع تلمسان النساء تاع تلمسان يتعبدوا معاها. اوكي. وهي احنا في تلمسان كاين فينومين تاع الجمع النساء كاين النساء اللي في الصوفيات يأورغانيزيو ينظموا الجمعة عندهم في الدار نهار في السيمانة يجمعوا النساء باش يقراوا القرآن ويمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذيك الطريقة تاع الجمع هي اللي نظمتها. وحنا ثاني رفدنا لو فلومبو نو حنا ثاني نخدموا بزاف المدائح الدينية هذا اللي رايقوا عليهم بيان سور. ما كاينش غير لالستي كاين اماكن وكاين البويت ابن مسايب كتب عليها بويزي في الحوزي. وجي سومو ما كاينش غير لالستي كاين اماكن اخرى ممكن تسيتيهم لنا. لالستي دروك ماتنو راها ان بلاتو دو فيليجاتور راها خدموا فيه هنا هذا الاوتيل اللي رحنا فيه اللي رانا فيه وعملوا فيه دي زوندروا بور الترفيه كاين دي سال دو جو دي زوندروا دو جو كاين دي زوندروا دو كومبينغ دو باش الناس تفطر تاكل اكسترا. ما ولا زوندروا توريستيك سي زوندروا توريستيك اللي تري بريز اكتيلمون بار لي توريست الجيريا اي ترونج جوها بزاف تلمساني ما ضرب المصري. سي انتريسون سي انتريسون دون بارلي باسكو سي لو سوكل sur lequel pratiquement est bâti, bien sûr, tout le socle culturel sur lequel est bâti pratiquement toute la ville de Tlemcen. Mais avec une précision, il a malé. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas conjuguer la ville de Tlemcen uniquement au passé. C'est-à-dire, il ne faut pas dire Kuna, Ouzmen ou quel. Qui est un présent, qui est un futur, qui est un présent qui se nourrit de ce passé, mais qui en même temps avance dans les gens qui sont sur Nadir. Justement, ils s'inspirent des textes de Mohamed Diop parce que c'est un socle culturel. Mais à partir de ça, ils construisent leur propre création. Ils font les enfants. Je suis pas d'accord avec Hadi. On a fait beaucoup mais heureusement d'ailleurs. Heureusement parce que sinon voilà, la tradition meurt à partir du moment où vous la faites pas travailler. Enfin, on essaye toujours. Voilà, tarikh yqad w kol génération tmed idafa w hna nhadrou ala gali génération. مادام تاني هضرنا على كاع لي جينيراسيون وكاع الميادين في تلمسان لازم تاني ما نسوش حاجه مهمه اللي هي الشخصيات الوطنيه اللي ضحات من اجل الوطن. نذكروا منها ربما الشهيد البطل بن عوده بن زرجب اول شهيد طبيب في الثوره الجزائريه. مسيو بن منصور نومومو الشهيد يجيك خالك سي صحيح. الشهيد سي لو برومي ميدسان مارتير دو لا ريفولوسيون الجزائريان. الشهيد بن زرجب هو خالي سي مون اونكل مي سي با اونيكمون مون اونكل. C'est l'oncle de tous les Tlemceniens qui ont manifesté pendant trois jours après, son istishad. C'est l'oncle de tous les lycéens tlemceniens qui ont quitté les bancs des lycées pour rejoindre le maquis après sa mort. C'est l'oncle de tous les martyrs de Tlemcen. Et à Tlemcen, il y en a des martyrs. Nous comptons à peu près plus de 550 martyrs pour uniquement la ville de Tlemcen. Bien sûr. Donc, c'est Dr Ben Zerjib, c'est un petit peu l'oncle de tous ces gens-là. Dr Ben Zerjib, qui est tabib. Ou qu'est-ce qu'il y a en France. وبدا ينادل مع ينادل فرنسا حتى وصل هنا يعني الجزائر وقعد يناضل بالمهنه تاعو يعني ويعاون في المجاهدين. هو كان يخدم خدمته كطبيب وكان بتخبيا اون سكري يداوي كان يداوي وكان يمول بالادويه باش حتى النهار اللي فاقوا به واستشهر الى مور سو لا تورتور. احنا من هذا المنبر ما نسيناش نقولوا له ربي يرحمك وبن عوده بن زرجب هذه هي الحاجه اللي تستاهلها. وهذا يعني نبينوا باللي الجزائر باختلاف ولاياتها
كل بلاد ضحت ومدت يعني ابطال كاين بزاف اللي عاونوا ونفكروا باللي نفكروا باللي هذه ليميسيون اري تورني بار لي دي نوفو دو دكتور بنزرجم بيان سير بيان سير نحيوهم مدام عبله واسلان تينك بوكس فوالا دونك من نبدلوا شويه ريتم راني بريباري حاجه شابه للناس اللي راهم بنا ان كويز وان جو دونك ريم راني موجد لك كويز كويز شباب بزاف هذا الكويز غادي نهضر لك على خمس اشياء قادر يكونوا دي زوبجي بيرسوناج اي تو انت عندك الحق تردي عليا بكلمه واحده توصفيهم لي اوكي نبداو باول حاجه كون نقول لك كعكة لمسان سي تري بون سي تري بون اه سي تري بون نشرب به القهوه الصباح لازم يكون في القهوه تاع الصباح اه وي شي بن مصر لازم يكون في الطابله الصباح لازم نقول لك حاجه تحبيها بزاف هذه قالت العود قالت العود كلمة واحدة كلمة واحدة أسلمو أنا جايك تا متقلقش لا على أنا خاطيني عجايك أوكي أحسن عندي أحسن آلة رفيقك رفيق الدائم رفيقي أحسن آلة عندي هادي كنقول لك واحد الإنسان راه حاضر معنا هنا اللي هو زوجك سامي كلمة واحدة نشكرو اللي كان زوجي لانه تقولي لها ميرسي جو لوي دي ميرسي وي باسكو بون كاين يامات لي شويه بيان سور مي تشعلوها كيما كاع جينيرالمون الحمد لله ربي نعمني براجل فهمني لانه هو ثاني كان يعمل الرياضه نذكروا بلي كان لاعب سابق في نادي جمعيه وهران سابق جمعيه وهران كان الكابيتان شفت كيف راهي تشكر في راجلها شفت الحب هذه غير هوايه ولكن هو ستان كوميرسون دونك الحمد لله ربي كما قال لك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات شكرا ما انا راجع دروسي مليح ريم على بالي باللي الملقى تاعكم كان شغل سيكونس تاع فيلم تلاقيتو في الطياره وي تلاقينا في الطياره الاخبارات بس سير راني مراجع والله راك خلعني تلاقيتو في الطياره لا بروميير فوا لا بروميير فوا اللي شفتو في الطياره وي ومن بعد لقيتوا رواحكم يعني والله غير باسكو جافي با يونيتي تاع التليفون قلت له اعطيني يونيتي اه يا سلامك يونيتي ما قلتلوش لا ما قلتلوش جامي هو عطاك لا عيطت للستيوار باسكو يعرفوني كاع في ايغالجيري نحيي ايغالجيري كومبلي دونك هذه هي دونك عيطت للستيوار انا بيان سور قلت له فلان قال يونيتي قال لي ما عنديش باسكو هذه اباري في فرنسا بيان سور انا جافي با دو بيس رحت غير خدامه انا غادي نروح نقضى فول تاع باري باك نتلاقى مكتوب ان شاء الله هيا هو كان قاعد افون موا قال لي فولي يونيت قلت له وي اي عطاني ما تراطيش يا سامي فريت درت لافار تاع حياتك يا صاحبي نحيو بزاف سامي الزوج تاعك انسان طيب سبق لي تلاقيت به عده مرات نحيي الوالدين تاعو ثاني تاعي انا تاعك وتاعو وانا تنحيي والدي ووالدي قال لي راني زميتي نختموا بهذه كلمه على ريم حقيقي اعطينا الحقيقه على حقيقه كلمه واحده ما نقدرش ما لازم هذا هو الجو هذا هو الكويس لازم نحصلك كنت وصفي صفه فيك تفتخري ربما بها نغني من قلبي تغني من قلبك اعطونا تصفيقه كبيره على الصراحه تاعها شوف رفيق كي راك صافا لاباس والله لا بيها قاعده رجل فوق رجل فيري ارتيست راني كونفورتابل شوف رفيق كاين كويز انا ثانيك بيان سي كاين سيربريز في الدوبي تاع ليميسيون هضرنا قلنا انا موجد لك سيربريز وهربت لك في المارشي سلكك ميسيو بن منصور وانا ما هربتش غير هكا دروك نجيستيفو علاش هربت هربت باسكو اني موجد لك جو راني جايب لك دي زيبيس كنت تعرف كلش الله يبارك نعم شوف غادي نغمضوا لك عينيك فيها ثانيك فيها نغمضوا لك عينيك ويلي تشم لي زيبيس وتعرفهم او ميم طون باسكو انت على بالي غادي تمتم تعرف بون انا صعبت لك شويه كلش ماشي كلش لازم بوزي لك كيسيون او ميم طون كي تكون تشم في لي بيس ماستر شاف غمض عينيك ماستر شاف تعاود هذه ماستر شاف هيا روح غمض عينيك روح فازي مسيو بن منصور عطيتك مهمه دروك واعره عسه سي بون غمضت اي نعطيك مهمه هامه عاونيني اي غمض لا انا نعرف لي زيبيز كاع الا ما تعرفهمش حتى سي غاف هذا الاول مول الشاش احكم وبلا ما تحل عينيك هذا شاول اصبر ما تقولش وي راه عندي كيسيون ميم طون
هيا قولنا الصح، شكون اللي طيب انت ولا المدام في الدار؟ كمون. وشكون اللي طيب في الدار؟ المدام. هيا صفقوني يعني. صح، كيفاش انت شاف ومدام هي الطيب؟ كرهت من الطياب؟ ماشي كرهت من الطياب، لا لا، شوف ديجا في الريستو تاعي ديجا نطيب من الصباح للعشية وانا نطيب. وزيد كي تدخل للدار شوف ديجا زعما كيما نقول كيما الباتيسي الكويزيني سي رار وين ياكل الماكلة ديالو ولا تلقاه ياكل الباتيسيري تاعو. كمل الهضر كمل الهضر. ها زيد البركه. ها شنو هذا؟ شوف شوف. لا 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 لا، ما تعاونيش ريم، ما تعاونيش، خلي برك خلي ريم. انا نسيتهم، عاونيني الا غلطت. اصبر اصبر، بوزي لك كيسيون معاها. كيفاش كان السونتيمون تاعك كي كانوا في ماستر شيف والطيب قال لو غانيون تاع لا بروميير سيزون ماستر شيف بودينا رفيق؟ عشان نقول ديجا راس الحانوت. شوف سينسيرمون كي يقول لك بلي انت هو ماستر شيف في هذاك لو مومون سوا سوا تحس بلي تما تبدل حياتك تما. وتبدلت؟ تبدلت في كلش، ما نكذبش تبدلت في كلش. الله ينور الله ينور. هيا بسم الله هاك تاني. هيا روح شم مليح شم مليح روح. لا كيسيون اللي موراها زعما تفاهم مع كاع اللي شاف في الكوزينه؟ مع اللي شاف وين في الكونكور ولا برا؟ في الكونكور برا في الريستو باريكزوم كان معك شاف تلمساني تاني معنا في ليميسيون. شوف في الكونكور طونك انا راني في كونكور جو لي كونسيدير زعما كيما قال سي دي جوري جو ريسبكت توجور. صاي شميتها راك شميتها هذيك واسمها هذيك سي سي بلوس اون سبيسياليتي. لا هذا خليه شم هذا راك هو هذا ساحل هو هذيك عرفتي هذيك حل سحل عينك برك. هذا واسمو ال اسمو كر شم مليح علي شم اصبر فلفل الحلو هذا الاحمر صفقوا لنا الحمر الحلو راهي طير الحلو وراك وراك ارواح. السلام عليكم صافا واش راك دابا صافا احسن شباب ما تشم وريم سوفلي لك يا ودي والله غير خلصت علي خلصت علي انا كل في السردين الخضر في ماستر شيف هكذا دوكا صافا. يا روح شم هذه لا كيسيون تاعي رفيق اسمعني مليح قولي على بالي بلي عندك زوج ولاد ربي يخليهم الله يسلمك اسامي تاعهم باش ندير لهم ابتي كوكو نازم ويانيس نازم الكبير ويانيس يانيس نوفو ماتريكل الصغير نوفو ماتريكل نوفو ماتريكل عزاز عليك بزاف اسكو وي ارتباطات العائليه اثروا عليك في لاكارير تاعك بروفيسيونيل اوتون شاف ولا غير سيرتو يعني ملي ديماريت ريستو تاعي مانيش قريب كامل نشوفهم نديه الصباح برك نحطو في ليكول ما كي ندخل نلقاهم راقدين ما فريمون شغل كاين الكوتي هذا فاميليال وين كيما قال فيها ساكريفيس انورم. ما جو بونس كو كيما ثاني كيما ريم كيما كامل اللي عندهم من كارير هكذايا وكيما قال محبين يافونسي في لا كارير ديالهم. دقيقه بك صافي بيزار نهضر معكم غمض عيني ما عادش نفتح ما تفتحش بعد هكا ديكو شغل غادي كيكمل الجو غادي تفرح باللي كتشوف فوالا. تما شغل اني دوكا اني بلوس كيما قال مبازي على لا كارير ديالي وين كيما قال شي واحد ايفولوي و ان شاء الله ويلحق بون نيفو. لا كيسيون جاوبت عليها ولي بيس ولي بيس كيفاش عرفتها؟ قلت لي وراه عاود جيب اصبر نعاود نجيبها لك عاود شم هذا قرفة القرفة اونبود خويا اون بلوس دوك تقطحل عينك دوك تقطحل عينك ميرسي بوكو يعطيك الصحة خويا راهي لا سيربريز هذه لا سيربريز خلاص خويا افتح عينك افتح عينك نعاود نغلق باكش ما تجيب لي حاجة انت بالك راك داير لي سيربريز فكر بلي حاجة فكر بلي يا اخي دورنا في المارشي دورنا في المارشي هربت لي هربت لك غمض عينك دوكا هاني غمضت عيني مسيو بن منصور مامون انت تعاوني حدايا دروك جمعت لي اليسار مع اليسار وتا اليمين الله اعلم شنو جاب لي صح شم ما تجي ما اصبر اصبر شم عبك مازالت لي زيبيس في يدي لي زيبيس شم شوف شوف دوك حط يديك شي صودي الشاورما هذا لي زيبيس تاع الشاورما صح تخلطوا حبه شينا قريب بانو تاع هوند هذا وقيلا قريب كي كان صغير زيد حبه طوماطيس كبيره لا الوين الوين كابويا نعالو كابويا هكذا صغيره تبان كيما كابويا مش عارف ما عرفتش خويا ما عرفت حفتح حفتح وشوف وقول لي واش تفكرك دلع المينوره دلع دلع بارا هذه نورمالمون الحنظل على هذه ولا غير سيريوزمون الحنظل ولا غير سيريوزمون يعطيك الصحه يعطيك الصحه مزيان برك ما درتها ليش انت باسكو ما لقيتهاش هذه نحكي لك ليسوار تاع حريم كيما شفنا في الفيتير تاع المرشي هذه تالمو هبلت لي بيع تما قال لي هاك ديها وكانت عند ليكيب تاع لا برودكسيون والله سانسيغمون جي جامي في سو فروي هذا الحنظل الحنظل كي اسمه تعرفه ماشي فروي هذا حتى انا ما نعرفوش سانسيغمون شاف حكي لنا على حكايه الحنظل سي بلوس هذا يوتيليزيوها سي بلوس الكوتي ميديكال
ماشي حاجه اللي يطيبوها باش ياكلوها، مي سي بلوس زعما نقولوا اللي صحاب اللي عندهم شويه السكر وكلش يعني كونسومي، وهذا بزاف صحي بان لي هذه كابويا. لا لا تبع تبلها تصيبها بالزريعه تبع فوالا تبع لا فامي تاع كيما يقولوا لهم كركي لا فامي تاع الدلع، لا فامي تاعهم كاع فوالا. لا ماشي الدلع، لا شوف الدلع نتايا لا كورج، لا كورج كيما نقولوا حنا لا كورج تابعه لهم لا فامي تاعهم. شكرا بزاف اللي طاها لنا هذه هي. نشكركم بزاف ريم ورفيق، القصره كانت حلوه معكم في لي كويز ولي كيسيون. حنا كما نقولوا ما بقالناش بزاف باش نختموا ليميسيون، بصح مادام حكينا على كلش اهم حاجه وما كاش احلى من هذه الحاجه نختموا بها ليميسيون تاعنا كتيجي نطرقوا عليه اللي هي الطفوله والبراءه تاع مدينه التلمسان. حنا رحنا الكاميرا تاعنا تنقلت للبارك جويلاند وجبنا لكم هذه ليزيماج، نروحوا نشوفوا كيف كيف. Joyland, c'est un espace de loisirs pour enfants, couvert et sécurisé surtout. Alors c'est un espace familial, il y a les enfants de 2 à 12 ans avec leurs parents. Il y a une petite cafette pour les parents, il y a un espace pour les enfants, on a des trampolines, un parc à ballons, les toboggans, un terrain de foot couvert, ainsi de suite. On a des animations aussi, on a le Maulid Nabawi Sharif, on a fêté le Maulid Tehna, on a les anniversaires. À chaque fois qu'il y a les vacances, on a aussi des petites animations spéciales enfants. Alors on est ouvert tous les jours, généralement c'est à partir de 14h, mais flit inchallah, sauf comme la journée est longue, les enfants sont en vacances et tout, ben inchallah il y aura un changement, ça sera de 10h du matin jusqu'à la fin de la soirée, on peut rester jusqu'à 23h et tout. Alors Joyland offre aux parents aussi un endroit pour jouer, on a une table de billard, baby foot et tout, les parents ont accès, ils ou leurs enfants le font qu'ils labourent, on a des éducatrices et tout qui sont qualifiées pour ça. Alors mon souhait, Inch'Allah, c'est que nous avons un grand espace, ils confient des toboggans gonflables, des trucs beaucoup plus importants que ce que j'ai, Inch'Allah. Alors pour le moment, c'est le seul à Tlemcen. Merhaba bikoum. كما كنتو تشوفوا كانوا هاد لي زيماج تاع البراءه الطفوله التلمسانيه اللي هي لافونير. نخلي ربما امو سبيسيال بور لي زونفون سي بن منصور. لي زونفون سي لافونير، سي لافونير. مدام بن منصور، لي زونفون سي لا في، سي لا في. رفيق كمل فلونشان مو الشباب هذا لي زونفون سي نقدر نقولوا كما قال صح هما راح يشدوا الفلومبو تاعنا، الفلومبو لا غولا فوالا. ريم مو جو تروف كو لي زونفون سي لا ريزون دو فيفر. نحيو بناتك اللي راهم حاضرين معنا في لاطو داروا لنا اونبيونس. وي سي ما ريزون دو فيفر. وي ربي يخليهم لك ان شاء الله وربي يخليهم المسيو سامي. حنا ما نقدروش نختموا ليميسيون ومريحه معنا ريم وما نطلبوش منها تغني باسكو كاع اللي راهم يشوفوا فينا الان اكيد راهم يستناو ريم تعطينا حويجه اكابيلا. ريم افوتر شو، عطينا حاجه نختموا بها ليميسيون. انا تبالي نغني على تلمسان. على تلمسان نموت على تلمسان. قبل ما تغني لنا برك ريم نبروفيتي لوكازيون باش نشكر كل الحضور اللي فاتوا معنا، زيخا كوليكسيون، دار الاصاله، جمعيه دار الكبرى مدام بن منصور، مسيو بن منصور، لا ديفا تاعنا ريم حقيقي، الشاف رفيق، وكاع ليكيب تكنيك بقياده صالح، بلا ما ننسى شركه تيك بوكس المنتجه واللي تعاونت مع اندلسيا ايفنت. نشكروا بيان سير اوتيل رينيسونس اللي رانا فيه اللي احتضننا يعطيه الصحه، وبيان سير سبونسور تاعنا السونا دراك. ان شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد، ونخلي دروك الفلومبو كيما قال الشيف رفيق لارتيست تاعنا المحبوبه ريم حقيقي. يا با د انسترومون مي جو فيسي علي هذيك حلاوتها شغل قاعده وسط الدار. تلمسان يا عليا ومحلاك في السكنه حمام وليمام وتلتا سلطان وفيك القرآن العظيم يا الشبان
شبان هاد الزمان لا راي لا تدبير يتصارفوا بالكذب ودراهم عجبها الحال انت يعطيك الصحه برافو برافو نشكرك بزاف ريم حقيقي نشكرك اللي يعني طولنا عليكم اكيد في هذه ليميسيون تعبناكم شويه معنا بصح بوغ لابون كيما نقولوا كوز اللي هي توجور لو ميساج تاعنا نحافظوا على التراث تاع تلمسان وكاع الولايات الجزائريه وربي يحفظ تلمسان كيما ربي يحفظ الجزائر ميرسي بوكو سي ان بليزير يعطيكم الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه انا نقول لكم مشاهدينا انا ما غاديش نختم نشكركم نتوما ثاني وما غاديش نختم ليميسيون هنا غادي نختم ليميسيون في بلاصه اخرى نتلاقاو بعد ثواني هو رانا ولينا لكم الشيخ بيبليك كما قلت لكم في البلاطو بلي ماش نختم ليه تفضلت هذه الخضره حاجه اوريجينال في ليميسيون تاعنا نختم وسط الثلوج تاع لاله 60 انا نقول لكم تحويسه في راح تزور ولايه جديده نخليها لكم سيسباس حتى العدد المقبل انا نروح غادي جماعه ربي في هذا البرد العظيم هيا السلام عليكم